احنا مش عايزين دعم من الحكومه ومش عايزين اي حاجه من الحكومه، احنا عايزينهم بس يعوضونا عن المكان اللي احنا بناكل فيه عيش، ودونا مكان غيره ناكل فيه عيش، مش يطلعونا منه ويطردونا ويرمونا بالعده بالحاجه بالخامه بتاعتنا ويبهدلونا. طب ما هو معلش احنا كده هنشتغل ايه؟ نشتغل مجرمين بقى؟ ليه بتدمرونا؟ ليه؟ انتوا المفروض تساهمونا، تساعدونا، تقفوا معانا، يعني شوفوا عندي حته عده ناقصه، معده تجيبها لي. لا انا مش عايز منك معده ومش عايز منك اي حاجه، انا عايزك تديني المكان اللي انا باكل فيه عيش، يا ما تهدوش يا تديني مكانه، لكن تهدوا تقولي مفيش وقت بكره ولا بعده بالكتير هطرد انا والعده بتاعتي بحاجتي كلها في الورشه، هبقى بره في الشارع، هروح فين انا بعدتي؟ هروح فين؟ ما في عده وفي خامه وفي صناعيه برضو بترسم المكان دوت، المكان ده خلاص كده هيتقفل والحاجه هتترمي في الشارع. اقسم بالله احنا بادئين من الصفر، بادئين من الصفر، يعني في الصناعه ما قلناش ولا تجاره ولا قلنا اي حاجه، احنا بنقول بنصنع بايدينا، صناعيه، ايدينا ايه؟ ايدينا ايه حضرتك؟ دي ايدين ايه؟ ايدين صناعيه مش ايدين حراميه ولا ايدين نشالين. بس باللي بيحصل ده حضرتك ممكن الايدين دي بدل ما هي خشنه كده ومتعوره وايدين صناعي ممكن ما تبقاش ايدين صناعي حضرتك، ممكن تبقى ايدين حرامي بكل سهوله.